يعني هي كومبلكسيتي، راح نزيدو نقراوها برك بصيغة أكبر، ولا نديطايو فيها أكثر ونشوفو منين جات هذه لا كومبلكسيتي دالغوريتم. نروحو بعدها نشوفو ريفيو أوف ألغوريثم تكنيك أند داتا ستركتشر. واش نقصدو ريفيو أوف ألغوريثم تكنيك أند داتا ستركتشر؟ الداتا ستركتشر أكيد راكم تعرفوها، راح نشوفو لي داتا ستركتشر اللي راهم كاينين، بيسك حنا من بعد راح نعرفو في بروغراماسيون ولا في الديزاين تاع لي زالغوريثم. داتا ستركتشر إذا كنت تميتريزي داتا ستركتشر راح تميتريزي اوفيسيال الديزاين تاع الالغوريثميك، يعني تقدر ديزايني الالغوريثم افيكاس. علاه؟ لاخاطش ستركتور دي دوني راح تنحي لك مشكل كبير ولا راح تنحي لك الخدمه الكبيره باه ديزايني ان الالغوريثم ولا تفتح بروبليم معين. هذا هي بارتي دو ستركتور دي دوني. او بليس راح نشوفوا الالغوريثم تكنيك، كاينين دي تكنيك ستاندر مثلا دايناميك بروغرامينغ، راح نشوفوا مثلا ديفايد اند كونكر، ريكيرسيف الالغوريثميك. هذم كل دي تكنيك، دي تكنيك خدموا عليهم الناس قبل، دي بروبليم معينين، كان بروبليم مثلا كل ما خرجنا بروبليم جديد يلقاو دي تكنيك اللي راح تكون كومباتيبل مع هذا البروبليم. حنا راح نفهموا هذم لي تكنيك وشي هما باه من بعد اي بروبليم راح نقدروا نتيليزيو هذم لي ستوندار، سواء من ناحيه لي ستركتور دي دوني كيفاش نباركيري لي دوني تاعي ولا ميتريزي لي دوني تاعي، او من ناحيه الالغوريثم كيف راح يكون تكنيك شو من تكنيك راح نتيليزيها. راح نشوفوا في هذا الكور كاين سؤال مهم، كيفاه نولي انا يا الغوريثميك ديزاينر، ا جود الغوريثميك ديزاينر، يعني كيفاش نولي نخدم دي زالغوريثم افيكاس، كيفاه نعود نعرف نخدم لي زالغوريثم يكون عندي بروبليم ليه هنا يلقى المشكل تاعو. هذه ما عندهاش حاجه راح تقراها ولا هذه حاجه متعلقه بالبراتيك، انك تبراتيكي هذا لي تكنيك، تشوف لي بروبليم اللي راهم كاينين، تيتيليزي هذا لي تكنيك اللي راح نهضروا عليهم، وتشوف دي سوليسيون اللي تيليزيو لي داتا ستريكتور هذم كومبلكس داتا ستريكتور. بالممارسه بعد مده راح تولي ا جود الغوريثميك ديزاينر. من الاخر راح في الشابتر الاخر راح نشوفوا كيكو ادفانس تكنيك ان الغوريثم، مش نقصدوا بهم ادفانس تكنيك ان الغوريثم، اكزامبل مثلا لي زالغوريثم دو تري سورتينغ الغوريثم. راح نشوفوا مثلا نورمالمون عندكم دي موديل واحد اخرين بالك ريشيرش اوبيراسيونيل او فيه نفس دي شابيتر ريسيرش اوبيراسيونيل وين تشوف لي زالغوريثم تاع بليكور شيما هذوك او كل ديجيكس الغوريثم نقصد بها ديجيكس الغوريثم. هذوك هما ادفانس تكنيك، دي تكنيك كاينين نشوفوا التكنيك نتاع هذا لي زالغوريثم باه من بعد انا قلنا لوبجيكتيف انك تتعلم لي تكنيك، كل ما تعلم دي تكنيك بزاف راح تقدر من بعد تقدر من بعد تكون a good algorithmic designer. عندنا لهنا سلايد نهضر برك about myself، الدومين اللي نخدم فيها data mining pattern recognition bioinformatics و اوبليس حاجه اللي تهمكم يهمكم هذا السيت نورمالمون كامل راه عندكم هذا السيت مع باش بارطاجوه عليكم ولا غارديو هذا السيت. السيت هذا واش راح تلقاو فيه؟ راح تلقاو فيه سما سيت بيرسونيل ليا، تلقاو فيه لي كور اللي راني نقري فيكم. هذا الكور شنو هو؟ عباره عن كاين تكست بوك وكاين لي سلايد ولا لي بريزونطاسيون، هذم هما سلايد لي بريزونطاسيون اللي رانا نديرو فيهم بريزونطاسيون، هذم راح تلقاوهم في السيت يعني تلقاوهم كامل. وتلقاو ثاني معاهم دي تكست بوك، تكست بوك يعني دي دوكيمو هكذا يهضروا على الكور تاعنا. واوبليس كاين دي بوك مشهورين هن ديجا مطلعهم، واحد يسموه introduction to algorithm، زوج سموه analysis of algorithm and active learning approach. هذا زوج كتابات ماذا بكم تحبطوهم، هاني يعني حاط لكم لياتيحهم فما بعد اقراو منهم الماكسيموم، ماذا بكم تنفستيو في رواحكم في كوتي هذا سيرتو مادام رانا كلش اونلاين. ولا بالنسبة عندكم توما سيونس تي بي، عندكم سيونس تي دي، تي دي هاي ما مفروغ منها، ممكن نديروها حضوريا من بعد في دو سومان اللي راح يكونوا حضوري باش نفتحوا دي زيكزارسيس. يبقى تي بي، نظن بلي امبوسيبل باه نلحقوا نزيدو نديرو تي بي حضوريا. واش راح نديروه؟ نديروه كشغل يبقى اونلاين، نعطيهلكم على شكل اساينمنت هوم ورك دي تي بي هكذا، راح تخدموهم وتعاودوا تبعثوهم لي، تخدموهم بار جروب يعني ماكسيمو دو ولا تروا تروا ولا كات كات على حساب الحساب تي بي. جو بريفير انا تخدموه بسي شارب،
افضل حاجه بالنسبه لي انا كنت نخدمه بالسي شارب. اذا واحد اخر يخدم باي لونجاج مش مشكل، اي لونجاج مقبول، جافا، بيرل، بايثون، اللي جا اي لونجاج مقبول. مي انا برك بالنسبه لي نفضل انك تخدمه بالسي شارب. نورمالمون في الكانفا تاعكم ثاني عندكم حاجه اسمها بروجي مع الظرف الخاص تاع سنا، سما امبوسيبل بلا راح نديرو بروجي سنا، المحال راح يكون كاين بروجي. الكور هذا كما قلنا انا توجور راح نديروه مع بعضاكم لي دو سبيسياليتي، ميم من بعد في الحضوري ولا انتيليجونس ارتيفيسيال و سيجل راح يكونوا اكل مع بعضهم في اون في واحد، سواء من ناحيه تي دي ولا من ناحيه تاع الكور راح تكونوا اكل مع بعضها. كاش ما كاين سؤال والله ماذا بكم، هي كاينه هذيك لوبسيون تاع رايز هاند عادي يطلع على هذاك ولا ديزاكتيفي المايك واهدر ديريكت. بليطو اكتيفي المايك واهدر ديريكت اي كاستيون. نشوفوا اليوم قلنا كور خفيف ما بين بدلنا استراتيجي برك. عندنا واتشيز الالغوريثم نبداو باللي نسموهم لي زيتا دولار ولا نسموهم الحاجه اللي شغل البيزكس اوف الجوريثم. To make a computer do anything you have to write a computer program. To write a program or to write a computer program you have to tell the computer step by step exactly what you want it to do. The computer then executes the program following each step mechanically to accomplish the end goal. راح نشوفوا لهنا واتس الجوريثم نبداو ديفينيسيون تاعها سامبل. كي تفهم الديفينيسيون تاعها اكزاكت 100% راح من بعد تقدر تعرف شي هي الالغوريثم ولا تقدر ديزاين الالغوريثم بصيغه اللي انا نحوس عليها. احنا في البدايه واش قلنا، قلنا الالغوريثم هي عباره عن انك ديزاين ستريكسيون، نسموهم ديزاين ستريكسيون ولا دي كوموند ولا دي زاكسيون تمدهم للكمبيوتر ولا الميكرو ولا نسموها بروغرام. من بعد راح يكون بروغرام بحيث انه ايطاب بار ايطاب راح يكزيكيتي لنا مراحل معينة لواش وين يوصل الجول الهدف تاعنا واش رانا نحوسو حنايا. هذا هي واش رانا نقصدو بالالغوريثميك. انا دوك نزيدو نشوفو الديفينيشن تاعها. الديفينيشن تاعها اور قبل ان نوصل الديفينيشن نزيدو نشوفو حوايج واحد اخرين. واتس الالغوريثم جاوبو على هذا السؤال. الالغوريثم ار نوت ا سبيشال تايب اوف اوبريشن. واش نقصدو بها، هذه ماهيش حاجة من بعد اللي نعرفوها على اساس انها لونغاج بروغراماسيون ولا عندها دي سانتاكس ولا عندها نو. استنى حاجة كونسيبتيال تصورية، واحد يقدر يجغبل مثلا ولا يخربش في ورقة ولا الغالب اللي ديفلوبر تلقاهم يخدموا بهذه الطريقة، يقبض ورقة يبدا يخربش فيها ندير هكذا اسهم حوايج ما عندها حتى ستوندريزاسيون ومن بعد راح يقلبها هذيك اللي تخربيش هذاك ولا نسموه في الورقة هذاك الغوريثم. علاه؟ لأنه يهموني أنا زوج حوايج، هي مجرد ديزيطاب يعني ديزيطاب سيكونسيال من ايطاب هذه تروح لهذه، إذا كانت هذه صحيحة تروح منها، إذا كانت غلطة تروح منها، عندك دي شيما تتبعهم وفي النهايه خلاص راح نوصلوا لحاجه فينال راح نوصلوا للاند اللي نسموها من بعد حنايا فاينتنس يعني نهايه تاع الالغوريثم. لازم الالغوريثم تحبس باه نقدروا نسموها الالغوريثم. A set of steps that you take in code to reach a specific goal. عباره عن مجموعه من خطوات اللي نستعملوها في الكود تاعنا باه نوصلوا specific goal يعني اللي هو اللي راح يكون راح يكون مسطر في البداية. شوفوا example sample اللي ما عندوش علاقة بال of computer science. Let's say that you have a friend. Justement أنك ما تسمعونيش والله يحبس المايك يحبس بريزونطاسيون ماذا بكم تنفرموني. Let's say that you have a friend arriving at the airport. عندك واحد صاحبك مثلا جا نقولوا الجزائر جا في الايربورت. And your friend need to get from the airport to your house. هذا المشكل تاعنا مثلا في الالغوريثميك ولا في هذا البروبليم بالضبط. واش عندنا؟ عندنا جينيرالمون بروبليم هو نفسه اللي يكون سميناه قبيله الجول ذا اند جول. وشي هو المشكل تاعنا؟ المشكل تاعنا عندي واحد زميل ليا ولا صاحبي ولا صديقي جا لي ريبورت، هذا الصديق هذا حوس يوصل للهوم تاعي، صافي دير هذا هو الجول تاعي، انه هذا الصديق اللي راه في لي ريبورت حوصل للجول.
Here are four different algorithms that you might give your friend for getting to your home. صاحبك هذا ما يعرفش سواء نقولوا ما يعرفش الادريس تاع دارك او كما نقولوا ما يعرفش اصلا البلاد. راح تعطي له الالغوريثم الاولى. واش قلنا الالغوريثم هي عباره عن دي نومبر دي زيتاب سيكونسيال اللي وصلوا لنا الهدف تاعي. الهدف تاعي جيني راه اخر ايطاب نلقاوها هي لوبجيكتيف تاعي اللي هو هنايا and your friend need to get from the airport to your house. هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا. راح تجور نلقاو في اخر ايطاب. اكزامبل لو الطاكسي الجوريثم راح تقول له تايا تعيط في التليفون ها هاي السوليسيون شراح دير. تخرج من الايربورت go to the taxi stand. تجور كاينين دي ستاند هكذا في الايربورت تاع دي تاكسي. get in taxi give the driver my address. اعطي له الدرايفر هذا تاع الطاكسي الادريس تاعي راح ديريكت تما يوصلك له. كاينين دي الجوريثم واحد اخرين the call me algorithm when your plane arrive call me call my cell phone يعني كي توصل الطياره تاعك عيط لي في السيل فون تاعي meet me outside baggages claim يعني تلقاني من بعد في هذاك baggages claim تلقاني نستنى فيك انا من بعد نقدر نوصلك لهم تاعي بيسك انا نعرف كيف انا نمشي. هذه مثلا ميثود algorithm واحده اخرى the rent a car algorithm take the shuttle to the rental car place يعني بعد ما تخرج من الايربورت روح وين يكريو السيارات rent car اكري ولا نسموها احنا سومية هذه سومية دير ترايز هند مع البيش قصدي ديزاكتيفي المايك واحد ري ديركت قاعد عندك اي واحد عنده تدخل ولا ديزاكتيفي المايك اكتيفي المايك و اهدر ديركت مو اكتيفي اللي دار رايز هاند اكتيفي المايك و حبي اكتيفي المايك ولا و ويهدر ديريكت هما لي سميه هذه سميه ما ادريش والله ساميه ماشي ساميه اكتيفي المايك وهدري اذا عاد كاين دي كاستيون هذا اللي دار رايز هاند برك ساميه تحبي تاكتيفي المايك وهدري. المهم اي واحد والله يكتيفي المايك ديريكت هما ويهدر حبسني ويهلو كملوا لكن ما كانش حتى كاستيون راح نكمل نزيد نعاود اوكي معليش مش مشكل يا سامي ياك راكم كامل تسمعوا فيا ما كان حتى مشكل راح نكملوا قلنا هذه الجوريثم طروازيام اللي هي رنت كار الجوريثم يعني روح اكري سياره ومن بعدها فولو ذا دايركشن تو جيت ماي هاوس ديريكت هومو تيليزي مثلا جي بي اس ولا باش توصل. The bus algorithm outside baggages claim catch the bus نيميرو مثلا 70 ومن بعد ترونسفير 14 ومن بعد جيت لهذا الشارع زيد الطامة عطاك كار واحدة أخرى وان سود سويت. هاذم من بعد ما نمشيو في الكور نلقاو باللي كل algorithm من هذه عندها كاركتيرستيك نسموهم هاذم ديز algorithm algorithm واحدة في الحقيقة لأنه له تبدا لنا من نفس بروبليم جينيرال مون نبداو من نفس بروبليم يعني البلاصه اللي راني فيها نوصلوا الاخر هذاك ها توجور عندنا لادريس تاعنا الاخر توجور عندنا وين راح نوصل لوبجيكتيف تاعي مي يختلفوا فاه يختلفوا عندنا زوج حوايج يختلفوا فيهم بالنسبه لهذا لي زالغوريثم راح يختلفوا في التايم اند كوست مثلا هذه راح تكون مثلا التايم تاعها رابيد افيكاس يعني مانيش راح نتعب ومن طور راح الكوست تاعها يكون مثلا هاي ما نقولوش فيري هاي راح يكون هاي بالنسبه لهذه الثالثه راح يكون الكوست تاعها يعني التكلفه تاعها فيري هاي مي بصح راح تكون مرتاح في الخدمه تاعك ماهوش واحد راح يهزني راح يديني راح انا اللي نسوق راح انا اللي نمشي براحتي بالنسبه لهذه راح تكون مكلفه بالنسبه لي انا ومش مكلفه بالنسبه لصاحبي وانا من بعد اللي نتكلف بكل هذاك الامور بالنسبه للباص الجوريثم الكوست تاعها راح تكون فيري لو يعني مش راح مكلفه مي الوقت راح تدينا حاجه كبيره هذا اللي نسموه من بعد هذه الهضره اللي كنت نهضر فيها الفرق ما بين هذا وهذا وهذا هذه نسموها من بعد حنايا الجوريثم اناليزيس لاناليز تاع الالجوريثم ان كمبيوتر ساينس وين يهمنا حنايا هذه الالجوريثم اون جينيرال ما عندهاش علاقه كمبيوتر ساينس كما هضرنا في المره الاولى ان كمبيوتر ساينس وش يهمنا حنايا يهمنا البارتي تاع كومبلكسيتي time complexity and space complexity
يعني السبيس اول حاجه سبيس يعني الالجوريثم هذه شحال راح تكونسومي لي من الميموار ك ك كدي اسباس ميموار يعني ريزرفاسيون تاع لي سيل ميموار هذيك متعلقه لهنا بلي فاريابل متعلقه بالداتا ستركتشر راح تخدمها. هذا الكوست الاول. عندنا الكوست الزوج اللي هو اكثر يعني اللي هو المهم بزاف اللي نسموها تايم كومبلكسيتي شحال راح يدي لي الوقت. واي شود نشوفوا حاجه واحده اخرى واي شود وي كير يعني وعلاه نهتموا بالالغوريثميك وعلاه نهتموا انني نكون ا جود الغوريثميك ديزاينر. نديروا اكزامبل بروبك كيوب بالك شايفينه هذا الجيم اوف روبك كيوب. نتصوروا لهنا اللحظه برك باللي ما عندنا حتى ميثود راح نعطيه لك كيما هكذا شافلز يعني مخلط ديريكتو موالي اطوار وتبدا تايا تخدم. جينيرالمون في البدايه راح تدي وقت كبير 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 بزاف بالك راكم سيتوه باش تعاود ترجع لي شحال عنده سيرفس. هو نورمال عنده 6 ترجع 6 سيرفس هذوك كل واحد بكولير تاعو راح تدي وقت كبير. ومن بعد بالطول او كنقولوا مثلا بشويه تبدا تتعلم بشويه 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 تبدا تتعلم بالممارسه راح تبدا تخرج الالغوريثم تاعك شغل قال تعرف تي بالممارسه تعرف باللي هذه الكولير نعدل هذا ومن بعد نروح لهذا بشوي بشوي تلقى روحك كيما نقولوا تكري تي في ديزالغوريثم ستوندار باه تقدر تخدم ربكيو. بصح نجيك انايا واحد اخرى في جهه واحده اخرى نعطيك ديريكتوم نعطيك ديريكتوم واحد الالغوريثم حوس عليها كنت تلقاوها بور على ثقافة ولا تحبوا تشوفوها كنت تلقاوها في مخدومة بايثون بحيث انك تعطي له اي كولير كيما هكذا انستونطاني رابيدمون راح يعطيك واحد لي موفمون الماكسيمو ماكسيمو ماكسيمو نورمالمون في الالغوريثم هذيك راح توصل ل 20 موفمون نتاع دي تدوار هذاك اللي هذا باش تدور منه راح يعطيك 20 راح توصل اي ثاني روبك كيوب يكون باي ايطاء بالالغوريثم هذيك راح تخرجوا ترجعوا لي طا انيسيال تاعو اللي هي تولي سيرفس راح يكونوا مام كولر يعني ترجع لي طا زيرو. هذا الفرق واش معناتها وعلاه نهتموا بالزالغوريثميك لانه كاين دي بروبليم معينين في رياليتي اذا كان واحد ما يهتم بالالغوريثميك ما يديزايني مثلا ستوندار ما كان حتى اوكن ستوندار الغوريثميك راح نلقاو رواحنا نطيحوا في دي بروبليم هذيك كل واحد منا راح يفتح هذاك بروبليم طريقه نتاعو. نجي مثلا بروبليم معين مهما يكون نقولوا مثلا بروبليم اكس واحد مفتح عليه يجي نقولوا مثلا هذا الفيديو حمزه العمري قال افتح الالغوريثم هذه ولا افتح بروبليم هذه بالالغوريثم معينه وما بارطاجاش هذه الريكونيسونس تاعو قال مثلا ما بيبليتش انايا هذه الطريقه تاع الفتح تاعي والله قال مثلا الالغوريثم تاعي يجي واحد اخر اللي بعده ما على باليش يجي اي تي دي واحد اخر والله يجي واحد اخر من بعده ويفتح هذا البروبليم راح يلقى روحه يفتح ازيرو واحد اخر ازيرو ما كانش مكان اوكن كومينيكاسيون مع بعضنا. على هذه احنا نهتموا ومن بعد راح ناكل يدو وقت كبير زكريا حمزه دا وقت كبير يزيد زكريا دا وقت كبير يزيد انا نجي نفتح بروبليم هذاك ندي وقت كبير بلا ما يكونوا افيكاس لي زالغوريثم في ثلاثه. بصح كان نطمعوا مثلا سوليسيون الاولى تاع اللي يفتحها حمزه ومن بعد نجي انايا قبل لا نفتح البروبليم هذا نروح نحوس على الناس اللي فتحوا هذا من البروبليم نلقى حمزه فتح بروبليم واش ندير نجي ناميليوري انايا على هذه ناميليوري شغل ناميليوري السوليسيون اللي دارها ومن بعد نحط سوليسيون تاعي السوليسيون تاعو راح تكون اميليوري على تاع حمزه يزيد يجي مثلا زكريا يلقى السوليسيون تاعي اللي هي راها اميليوري تاع حمزه يزيد يكري سوليسيون ومن بعد بشويه 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 نروحوا للستاندرزاسيون نتاع لي زالغوريثميك. هذه هي اللي تهمنا ديزاين تاع لي زالغوريثم. ديفينيشن اوف نسموها انفورمال ديفينيشن اوف الغوريثميك is a set of rules that precisely define a sequence of operations which would include all computer program including program that do not perform numerical calculation. Generally a program is only an algorithm if it stops eventually. سما تعرف تاعها informal شنو هو a set of rules that precisely define a sequence of operation كيما شفنا قبيله في لي زالغوريثم الاولين تاع الطاكسي اللي طول تاع صاحبك جاي من الايربورت باش يجي للدار عندك دي زوبيراسيون انصومبل تاع دي زوبيراسيون انصومبل تاع دي زوبيراسيون يكونوا سيكونسيال بحيث يوصلونا لهدف معين. من بعد لي زالغوريثم
ماشي شرط يكونوا لازم يدير لي كالكيل باش نقولوا عليها الغوريثم. اي حاجه تخدم لي دي زوبيراسيون بالك دي زافيشاج برك نسموها الغوريثم. هذا واش نقصدوا بال ان الغوريثم از اني ويل ديفايند كومبيتيشنال بروسيدير ذات تيك سام فاليو. هنا من بعد راح نهضروا هذا ديفينيسيون ديتاي تكنيك، هذا ديفينيسيون انفورمال وهذه ديفينيسيون تكنيك. يعني تاع الغوريثم، الغوريثم از اني ويل ديفايند كومبيتيشنال بروسيدير ذات تيك سام فاليو، يعني راح يكون عندها input or set of values as input، يعني راح يكون عندها these input أو ما يكونش عندها these input ماشي شرط. قادر algorithm تبدأ directly في الكالكيل بلا حتى input and produce some value اللي هنا obligation، لازم لي ترجع لي result، ترجع لي value نسموها output or a set of values as an output. An algorithm is thus a sequence of computational steps that transform the input into the output. من بعد الالغوريثم شنو هي؟ هي عبارة عن ترانسفورماسيون تاع لي زينبوت هادم اللي مديناهم الالغوريثم تولي لنا اوتبوت. هذاك ترانسفورماسيون واش راه كاين ما بين لي دوز اكستريميتي اللي هما لي زينبوت الاوتبوت نسموه الالغوريثميك. اكزامبل لهنا بروتوتايب اكزامبلز اوف ان الالغوريثم از اكليديان الالغوريثم، هذه مثلا اكليديان الالغوريثم. والغوريثم هاني قلنا ما عندها حتى سانتاكس، ما عندها حتى شكل. اسهل الغوريثم اللي هو اللي تعرفوه هذا واش نسموه؟ نسموه لي فلو شارت. شوفوا لهنا عندنا مثلا انتراي اكليديان الغوريثم التيتر تاعها هام لي زينبوت ا و بي اكليديان ديستانس ولا بليطو اكليديان الغوريثم. قلت لكم اكليديان ديستانس اكليديان الغوريثم اللي هي يحسب لنا جريتست كومن ديفيزور القاسم المشترك الاكبر ما بين ا و بي. راح نشوفوا لهنا input A و B ويبدأ مجرد دي زيطاب نمشيو اسكو بي إتيقالا 0 يس نروحو ديركت مول تحت print A قاسم مشترك أكبر هو A اسكو نو وي نو راه نو ومن بعد نشوفو اسكو راه A أكبر من B دي زيطاب راح نتمشي فينالمو راح نوصلو نوصلوا لليطا فينال ولا لوبجيكتيف تاعنا اللي هو لافيشاج تاع من تاع جي سي دي جريتست كومن ديفيزور. راح يكون بهذه الطريقه، راح يمشي دي زيطاب دي زيطاب دي زيطاب حتى نوصلوا للاخر خلاص. هذا واش نقصدوا لهنا بال نقصدوا بالالغوريثم، هذا اكزامبل على الالغوريثم. موفينغ فورورد ويز الغوريثميك how to write an algorithm. دوكا باش نبداو باش تكتب algorithm، كي نقولوا algorithm رانا تقدروا تطبقوها على لي دومين دو ديفلوبمون كيما شفتوا مثلا العام اللي فات قراو عندي مثلا اتولي اي بروبليم والله اللي قراو كامل قريتو راكم قريتو اتولي كامل راكم خدمتو دي زابليكاسيون. واش تلقى روحك؟ تلقى روحك كي تجي تخدم سوليسيون معينه مثلا واحد راح يخدم جيستيون ستوك سامبل، اول حاجه واش يديرها بروبليم the problem domain is well defined. هذه اول حاجه معناتها يفهم الدومين هذاك ريالمون. شو ما تقدرش حتى تخدم مثلا الغوريثميك نتاع اللي تجبد لي ولا اللي يدير لي ديسكريمينيشن كي شغل دير لي تفرقه ما بين لي سيكونس بروتين وسيكونس تاع جين ولا سيكونس كيما نقولوا تاع بكتيريا، بحيث انك ما تعرفش هذه الهضره اللي نهضر فيها انا، بحيث انك ما تعرفش بيولوجي ما تعرفش بيو انفورماتيك ما تعرفش الدومين هذا. نو لهنا الالغوريثم تاعك هنا تحبس من الالغوريثم اللي راح تخدمها من المره الاولى غلطه. اول ما تبدا تخدم الالغوريثم تروح تفهم الدومين قبل. راح نخدم انايا مثلا الالغوريثم اللي دير لي مبيعات، ولا راح نخدم مع حاجه اللي دير لي مبيعات في حانوت معين. ما نقدرش انايا نبدا نروح ديريكت ونبدا نخدم، لازم نروح نشوف حانوت هذا نشوف كيف راه يبيع، نفهم البروسيدير تاعو نفهم الدومين تاعو كيف راه يخدم. بالك راه يبيع بورسونتاج، بالك راه يزيد البري، يزيد له حاجه نيميرو فيكسي ومن بعد يبيع. الطريقه هذيك تختلف من واحد لواحد، لازم تفهم الدومين باش من بعد تروح ديك الساعه تخدم تخدم الالغوريثم تاعك. عندنا زوج حوايج هذم تكنيك مبارك اللي هما شيرد كود كونستراكت. راح من بعد في الالغوريثم تاعك رانا قلنا احنا الالغوريثم في الحقيقه ما عندها حتى سانتاكس، مي باش تكون مفهومه واش درنا راح نزيدنا واحد الحوايج يسموهم حنايا شيرد كود كونستراكت اللي هما مثلا لي كود اللي نلقاهم في لونغاج بروغراماسيون. راح نتيليزي هذوك لي سانتاكس مثلا فور
بوكل فور، بوكل اي انستركسيون اف، انستركسيون مثلا والله بوكل وايل، نستخدم مثلا السويتش، هذوك نسموهم شيرد كود. نستخدم مثلا كلاس ديكلاراسيون تاع الكلاس كيفاش تكون، لي زوبجيكت كيفاش يكونوا، الداتا تايب. علاه نديروهم هذم؟ باش نفهموا الالغوريثم تاعنا، لانه نعاودوا نرجعوا كان مثلا ديرها غتخربيشها في ورقه تبقى الغوريثم. مي من بعد نشوفوا لي كاركتيرستيك تاعها، اسكو ما لازمش تكون امبيغوي، ما لازمش تكون فيها امبيغويتي، قادر تخربيش هذاك تفهمه غنتا برك. جيت مدوا الزميل تاعك مثلا في الديفلوبمون مش راح يفهم حتى حاجه، لازم يعاود يرجع ليك وتعاود تضيع وقت وتفهمه في الالغوريثم. عندنا لهنا ناو ويل ديفايند ستاندرد تو رايتينغ الغوريثم ولا فور رايتينغ، ما عندنا حتى ستاندرد باش نكتبوا الالغوريثميك. اي كتبه تكون ستريكسيري منظمه مفهومه هذيك نسموها الغوريثميك. انا قلنا هذم لي دو كور الاولين كشغل راهم حاجه انيسيال برك تاع والله بريفيس ولا المدخل للكور تاعكم. نشوفوا لهنا دي زيكزامبل، ليتس تراي تو ليرن الجوريثم رايتينغ، يعني نشوفوا لي كريتير تاع الالجوريثم باي يوزينغ ان اكزامبلز. بروبلم ديزاين الالجوريثم تو اد تو نمبرز اند ديسبلاي ذا ريزولت. ها البروبلم تاعنا، انا كيفاه نديرو ديز الجوريثم ولا نديرو الجوريثم باش تجمع لي عددين وتافيشي لي ريزولت. هذاك هو البروبلم. باه نبداو، ها من لي زينبوت واش راح يكون عندنا. شوف الالجوريثم اكزامبل ستيب 1 2 3 دي ستيب وخلاص. Declare three integer a, b, and c. Define value of this creature sample. دقيقة اعذروني دقيقة. نعم كمال. أنا نقري كمال. دقيقة ونعمل عد. اعذروني برك. عدنا لهنا تشوفوا الطريقة تاع الكتابة لهنا، ديكريتير سامبل ما كان حتى حاجة. ديفاين ديكلار تقدر تكتبها بالعربي مثلا، اعتبر أ و ألف با سي مثلا، كشغل عبارة عن فاريابل متغيرات. ومن بعد مثلا نشوفوا لهنا لي زيطاب لي راح يوصلونا لسوليسيون. الغوريثم الزاوجة عدنا ستارت اد كشغل نوميناسيون تاع الالغوريثم، جيت فاليوز اوف أ أند بي، سي إتيكال. راح يكون كاين فرق ما بين هذه الالغوريثم وهذه الالغوريثم. نجيو نشوفوا لهنا ان ديزايند اند اناليسيس اوف الالغوريثم، يعني في الاناليز تاع لي زالغوريثم يوجلي ذا سكند ميثود از يوز تو ديسكرايب ان الالغوريثم. حقيقه هذه اللي تعتبر الالغوريثم في الدومين تاعنا اللي هو الالغوريثم اناليسيس. هذا هو اللي راح يكون الالغوريثميك تاعنا، لاه لانه الكريتير تاعو جاي عباره عن سيمي سانتاكسي، شغل اللي يستعمل لي شيرد كود. تشوفوا مثلا هذه الكريتور نستعملوها مثلا في اللي هضرنا عليها قبيله، شيرد كود في لي لونغاج دو بروغراماسيون. عندنا مثلا كاين حوايج انيسيسير ما كان لها نزيدوهم. تشوفوا مثلا لي طاب زوجه جيت فاليوز اوف ا اند بي، ما نجيش سما نحينا هذه لي طاب اللي راه لهنا، ديكلار 3 انتجر اوف ا اند بي اند سي. انا مادام راح قلت لك انايا لهنا جيت فاليوز اوف ا اند بي ديريكتومون اوفيسيال، راه كاين فاريابل، راه كاينه ديكلاراسيون تاع هذا، لانه يعني ديكلاراسيون تاع لي فاريابل ما تهمنيش في الالغوريثميك، ما كانش حتى حاجه راح تكزيتي ولا حاجه راح ت... على هذه اللي قلنا الكريتور راح تكون افضل من الاولى. It makes it easy for the analyst to analyze the algorithm ignoring all unwanted definitions. حاجه اللي ما عندها حتى تاثير من بعد في الاناليز تاع الالغوريثم، ما كان لها نديروها. هذا واش رانا نقصدوا لهنا بال ولا هذاك نكملو. راكم تشوفوا البريزونطاسيون زاوجة هادي عادي، عطولي كونفيرماسيون برك. انا بديت بريزونطاسيون سلايد دو برك، اسكو راكم تشوفوا فيها ولا لا؟ اوكي خلاص. راح نشوفوا دوكا بعد ما عرفنا لي زالغوريثم ولا ديفينيشن ولا نسموها اسم بريفيس، الحوايج بيزكس اوف الغوريثم شنو هي الديفينيشن تاعها. راح نمشيو بشويه النقطه اللي راح نشوفوها دوكا اللي هي موفينغ فورورد ويز الغوريثم اور هاو تو بيكام ا جود الغوريثميك ديزاينر، يعني كيفاش تولي ا جود الغوريثميك ديزاينر، كيفاه نولي انايا نكري دي زالغوريثم افيكاس، كيفاه نولي اصلا نلقى لي سوليسيون، يعني
تشوفوا دي فوا ولا يجيك دي بروبليم هكذا ما تلقاش حتى من تبداه. يعني كيفاش حتى تولي تكري لي بروبليم ولا تفتح هذو لي بروبليم؟ او تشوفوها اللي خدمتوا مثلا دي لوجيسيال قبل، كي نقولوا خدمتوا دي لوجيسيال هذوك هما راهم ديزالغوريثميك، راك ديزايني في ديزالغوريثم، دي فوا طيح في مشكل ما تلقاش حتى كيفاش تبداه. تروح تشوف واحد اخر غيرك مثلا متمرس عنده مده هو يديفلوبي ولا في بروغراماسيون، تلقاه يجيه مشكل ديريكتومون يبدا 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 دي سوليسيون، يبدا شغل يبدا يجبد في لي سوليسيون. كيفاه يعني وراه الفرق بينك وبينه؟ راح نشوفوا دوكا كيفاش راح نوليو كيفاش راح تقدر تولي جود الجوريثميك ديزاينر. نعطيكم كونسيكونسز ومن بعد نشوفوا الحوايج اللي تساعد. الكونسيكونس شنو هي؟ يعني النتيجه there is no better way to become a better algorithmic designer يعني than to have a deep understanding and appreciation for algorithm. يعني ما كانش حتى طريقه قال تروح تقرا مثلا كتاب دير هكذا وهكذا 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 باش تولي algorithm باش تولي better algorithmic designer، الا اذا كان عندك deep understanding يعني راح تفهم الالغوريثميك مليح. واش مش معناتها تفهم؟ نرجعوا للسلايد الاول خلاص، هي انك تشوف لي تكنيك دي زالغوريثم اللي راهم تيليزي ستوندار اللي سميناها قبيله كيما نقولوا ديفايد اند كونكر، دايناميك بروغرامينغ، ريكيجن الغوريثمز، الغوريثمكس كشغل بروت فورس الغوريثم، هذم لي ستوندار هذم اوبليس لي ستركتشر دي دوني داتا ستركتشر. راح نشوفوا مثلا ستركتشر دي دوني سامبل خلاص يجوا كيما نقولوا من مثلا لي طابلو ديناميك ومن بعد ستاك ومن بعد الكو ومن بعد نشوفوا مثلا لي سكيب ليست لينكد ليست اللي مثلا لي زاربر هذم او كل لازم نفهموا كيفاه يخدموا، كيف راهم يتيليزيهم في دي بروبليم معينين، كيفاش الناس راها تخدم. يعني تشوف بزاف لي بروبليم لي سوليسيون تاعهم باش بشويه بشويه تبدا تولي ا جود الغوريثميك ديزاينر. هذا شنو نقصد بهذا الليبر؟ اول حاجه كاركو شغل ادفايسز باش نمشيو في هذه الجاكل نو يور انبوت. احنا مثلا عندنا عندي بروبليم معين وعندي لي زينبوت، قال مثلا زينبوت تاع البروبليم هذا تاعي لازم ماذا بيا ميتريزي اللي هي هضرنا عليها قبيله، قلنا وال لازم نفهم الدومين بروبليم دومين ماست بي ويل ديفايند، يعني الافضل انه يكون شو معرف مليح. منها هذا نوينغ يور انبوت صراحه تخدم الجوريثم لازم تشوف لي زينبوت تاع الالجوريثم هذه تاعك، قادر لي زينبوت هذه في حد ذاتها راها فيها دي سوليسيون والله الالجوريثم تاعي نبنيها على لي زينبوت هذه. بويلد يور الجوريثم ان ساتش واي ذات انبوت اتسيلف داز سام ورك اوف يو فور يو اكزامبلز اف يو وونت اف يو نو ذات يور انبوت از اولويز جوينغ تو بي ا نمبر. عندك تايا انبوت عندك راح تخدم الجوريثم از برايم، هذه سموها is prime. مش نقصد بها اذكر عدد اولي ولا لا حاجه كيما هكذا prime number. انت على بالك باللي لوبجي هذا يعني الالغوريثم هذه ولا بليطو الفونكسيون هذه راح تعيط لها سبحان الله ساميه والله ما على باليش اني درت ميوت لسامية، حبت تطرحي سؤال ندير لك ميوت. عدنا لهنا قلنا فونكسيون هذي مسعود خضيري رفعت يدك اهدر ديزاكتيفي المايك واهدر عندك سؤال اسألو ديريكت. المهم كيما فهمتكم قبيله اي واحد عنده سؤال اي واحد عنده سؤال ديزاكتيف ياكتيفي المايك و يطرح علينا سؤال تاعو ونستفادو منه. عندنا لهنا قلنا هذه فونكسيون از برايم، اذا كانت على بالك تاي بلي راح تعيط لها يعني راح دير لها ابل في مثلا بلوك دانستريكسيون بحيث انه هذاك البلوك راك داير ديجا فيريفيكاسيون اسكو لي زينبوت هذوك راح توجور يكونوا مثلا اكزامبل يكونوا نيميريك، راح تولي في الالغوريثم تاعك راح تخلص من هذه
البارسينغ، حوايج تاع الديتاي هذا اللي انني كيفاش نحول من اوبجين فيريفي اسكو راه نومبر ماهوش نومبر، فيريفيكاسيون هذيك الكل تروح. هذه حاجه سامبل وابني عليها، يعني هذا هذه الادفايس الاولى راح تكون من حاجه سامبل كيما هذه اسكو راه نومبر ولا لا لحتى حاجه اكثر من هكذاك. اذر اكزامبلز عندنا لهنا مثلا في جافا سكريبت عندنا توجور راح نزيدو دي سبان بار، مثلا دي سبان مكتوب فيه برك بار سبان، هذا راح نتجور نزيدوه لهذا الفو اللي هو الاليمنت هذا فو. انايا بدل ما ندير هذه الديتاي هذا او كل توجور كل من بوكلي، يعني اللي هنا شحال راه عندنا قريب 1000 ايتيراسيون تقريبا، هي 1000 ايتيراسيون ولا 999 ايتيراسيون اشاك فو، نعيط لهذاك ليليمو اللي هو ستان ايليمو ونعيط الفونكسيون معاه تاع ابند ونافيكتي له هذه لهذاك. راح بدل ما نديرو هذه نديرو حاجه كيما هذه، نديرو فاريابل نتريتي وحنايا واش راني راح نخدم قبل، ومن بعد واش نلقى روحي انا هذاك هذا الفاريابل برك اللي هو هذا ليليمو اللي راه جاي في الفيو في اليو اي تاعنا نعيط له غير مره واحده برك، على عكس ما نعيط له لهنا 999 خطره على حساب البوكل هذه. هذا واش نقصدو نوينغ يور انبوت ولا اللي هي البوان الاولى هذه نو يور انبوت. البوان الزوجه اندرستاند يور تول، understand your tool. مازال لحد الان يدخلوا understand your tool what each line of code does the effect of the method how much overhead is associated with running library function. شنو نقصدوا احنا باللي تولز هذه؟ انا مثلا نيتيليزي دي فونكسيون بري ديفيني، مثلا لازم نعرف انا الفونكسيون هذيك راح نخدم بها راح ننتجريها في الالغوريثم تاعي، لازم نعرف كومبلكسيتي مثلا تاعها اكزامبل، يعني الكومبلكسيتي تاعها ان افيكاس، يعني الكومبلكسيتي تاع هذه التول اللي راح نخدم بها ديجا ان افيكاس، وعلاه نزيدها انا الالغوريثم تاعي سما من المره الاولى الالغوريثم تاعي هي غالطه. الاوفر هيد هاو ماتش اوفر هيد اسوسييتد وذ رانينج لايبرري فانكشن، يعني هذه شنو نهضروا عليها واش راح تزيد دير لنا اتعاب مثلا بالنسبه للكود تاعي. هذا واش نقصدو باندرستاندينغ يور تولز، يعني راح تخدم الغوريثم معينه راح تيتيليزي دي تولز نقصدو فيهم مثلا دي فونكسيون بري ديفيني ولا مثلا دي لايبراري دي ريفيرونس راح تزيدهم. ماذا بيا نعرف انايا قبل ما نزيد ما نروحش نزيدها هكذاك، نعرف انا واش دير هذه فونكسيون، نطمع مثلا فونكسيون اكزامبل اللي نعطي لها تكست وهي تقلبولي شيفري مثلا شيفرومو تاع التكست، يعني اونيتيليزو مثلا الالغوريثم ارازا كريبتاج ارازا ماشي الا هنا ونحبس خلاص نعطي لها تكست هذا هو الانبوت والاوتبوت تاعها تعطي لي التكست هذاك شيفري، ما لازمش نحبس لهنا. واحد ديفلوبر مليح ولا نقولوا واحد يخدم الالغوريثميك مليح ولا واحد يخدم مثلا الالغوريثم مليح واحد ما يخدمش الالغوريثم مليح، واحد مثلا ما يخدمش الالغوريثم مليح راح يتيليزي هذه فونكسيون على باله واش راه انبوت واوتبوت ما يهموش واش راه تخدم الداخل نو هذا راح يتيليزي اي حاجه. واحد اخر اللي يخدم الالغوريثم مليح راح يلقى نو يقول لك انا صح سوليسيو راح ترجع لي ريزلت ترجع لي تكست شيفري بصح نشوف كيف راه تخدم، العاد راه تدي لي كومبلكسيتي كبيره، العاد راه نبعثوا لي ان كاري، العاد راه تولي لي شغل حاجه ماهيش افيكاس خلاص اللي نبعد حبس لي الخدمه تاعي. هذا واش نقصد باندرستاندينغ يور تول. Understanding the environment designing efficient algorithm is a full engagement undertaking، يعني حتى الديزاين تاع الالغوريثميك انا راح نديزايني الالغوريثم واحد على بالي بلي راح تمشي مثلا في سيستم لينكس ندير مثلا حوايج اللي متعلقين بهذا السيستم كيما نقولوا نديرهم كيما نقولوا في عين الاعتبار، راح نديزايني مثلا حاجه واحده اخرى نديزايني الالغوريثم اللي تمشي لي في امبيدد سيستم في دي ماشين سامبل خلاص تعرفوا شنو هو امبيدد سيستم، هي ماشين سامبل بحيث ان الميموار تاعها بروسيسور حاجه تاع الكالكيل تاعها تكون فيري 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 لو، يعني حاجه صغيره خلاص على هذيك اللي ما تقدرش تكونسومي لي هذا مثلا الخدمه اللي راح نديرها، ما نقدرش ندير انا خدمه كبيره بزاف بحيث انا ما تمشيليش مثلا في هذا السيستم حاجه كيما هكذا. Reduce the workload the goal of algorithm design is to complete a job in fewer steps. هذه بارمي من لي ادفايز اللي هضرنا عليهم باش تولي جود الجوريثميك ديزاين. ماذا بك تايا عندك الجوريثم ما تبداش تروح تعقدها من المره الاولى، راح تخدم تايا تكست راح تقلبو مثلا شيفري ولا تكست راح نافي شي تكست، ما لازمش نقبض تكست ناناليزيه نهز كلمه ورا كلمه ونافي شي كلمه ورا كلمه، عندي انايا الجوريثم سهله عطيتك تكست افيشيه برينت اف
التكست هذاك ديريكتومون. شغل هذه واش نقصدو حنايا، حاول توجور مينيميزي مينيميزي لي ستيبس تاع الالغوريثم. كيما مثلا هضرنا في البدايه تاع ليكزومبل اللي درناه، بليش هذا ليكزومبل هذا ما بين لي دوز الغوريثم، هذم الغوريثم هذه والغوريثم اللي حتى نكتب هذم لي زيطاب وكل ونزيدهم من بعد تولي لي خدمه زياده، يولي لانستركسيون عقب عليا اك الانستركتور اللي هو كيما نقول البروسيسور يعقب على شاك انستركسيون باه اكزيكيتي لي. ماذا بيا فيور ستيبس تعطي لي الريزلت تاعي. هذه هي النقطه المهمه بزاف بزاف في هذه السيكشن تاع اللي هي هاو تو بيكام ا جود الجوريثميك ديزاين، اللي هي ستادي ادفانسد تكنيك. There is no better way to become better algorithmic design than to have a deep understanding and appreciation for algorithm. هذو من نلقاهم راكم تلقاو هذا السلايد من بعد في الليل هذاك، بس كان راح نكبر لكم لهنا دقيقه. واش تلقاو راح تشوفوا في هذا البوان الاخر اللي هي ستادي ادفانسد تكنيك، واش راح تلقاو؟ روح شوف اول حاجه اللي هي هذاك كم نظن بلي تعرفوه لي سيت لي مشهورين بلي زالغوريثم اللي هي ستاك اوفر فلو. تلقى دي بروبليم اللي راح تعقب عليهم في بروغراماسيون ولا في اي حاجه 100% راح تلقاهم لهنا في ستاك اوفر فلو. في هذوم لي سيت كود ريفيو كوميونيتي تشالنجز مثلا اكزامبل، هذا راح يكريو دي تشالنجز مثلا ولا دي بازل كيما هذم، ولا مثلا دي سولف الغوريثميك اند داتا تايب بروبليم. تلقاو هذم لي سيت هذم سبيسيال تاع حاجه تشالنجز كشغل تاع تحديات، قال مثلا يعطيك دي تكنيك يقول لك، ولا يعطيك دي بروبليم يقول لك افتح لي بروبليم هذا. اذا مشيت مثلا اذا درت براكتيس في هذم لي سيت هذم، تاكد باللي 100% راح تولي ا جود الجوريثميك ديزاينر. وحدك بشوي شويه يطلع كيما يقولوا النيفو تاعك في الالغوريثميك. اقرا كتابات، كاين هكذا الجوريثم فور انترفيوز، كراكينغ ذا كودينغ انترفيو، هذم دي كتب ذا ارت اوف كومبيوتينغ كمبيوتر بروجرام. نورمالمون هذا كتابه ذا ارت اوف كمبيوتر بروجرام هاكم تلقاوه في المكتبه، او فيه واحد ربع مجلدات وقيله ولا خمسه، هذاكم تلقاوه في المكتبه تاعنا تاع الام اي. المهم كاين كتابات هذوما تلقاوهم بار انترنت، تلقاو كيما نقولوا اللين تاعهم. كوميونيتي اند بلوجز، شوفوا لي كوميونيتي اللي يهضروا على مثلا دي زيكزامبل، مثلا الجوريثم جيك جوجل جروب يعطي لك مثلا على دي تكنيك بروبليم معين ويعطيك ديريكت سوليوشن تاعها. جيم سايتس اند ان جوين كونتيست، لي كونتيست شغل مسابقات، راكم لاحظتوا ممكن راكم شاركتوا في كشما دي كونتيست هكذا تما كديزيتيديو، تلقى روحك في هذيك الكونتيست هي نهار واحد برك تتعلم حوايج بزاف في الالغوريثميك، تولي تعرف تخدم حاجه تعرف هذيك شنو نقصدو كيفاش تولي جود الغوريثميك ديزاينر. تصور تايا مثلا كونتيكست هذيك راك دير فيها شاك جور، يعني في كل يوم راه عندك كونتيكست ديرو، عندك خدمه ديرها، تلقى روحك فينا مو عامين تلقى روحك تخدم دي زالغوريثم تاع دي بروبليم مشهورين بزاف. لانجويج سبيسيفيكيشن، هذا ثاني دي سيت يحطوا دي اكزامبل مثلا هذا بايثون تشالنج. بايثون تشالنج از ا جيم ان ويتش اتش ليفل كان بي سولف باي ا بيت اوف بايثون بروجرامينغ، حاجه كيما هكذا. كاين تلقى مثلا تلقى دي سيت سبيسيال هذا الحوايج. اونلاين جاجز اوتوماتيك اساينمنت، دي سيت مثلا يعطيك دي بروبليم مثلا سوا في مثلا داتا ستريكتور، سيرتو لي بروبليم اللي متعلقين بلي ستريكتور دي دوني. عندنا بروبليم ليست اند كونتيست ارشيفاج، هذم تلقاهم في ال نسموهم حنايا هذم في الكرو نيفو خلاص كي تميتريزي مليح الالغوريثم. كاين واحد لي بروبليم هكذاك شغل مشهورين ما عندهمش حل اصلا، راح توجور تلقاهم لهنا، يعني ما عندهمش حل حتى في لي ساينتست في العالم ما لقاولهمش حل. نعطيكم مثلا في ال في ال 8 ميلينيوم نسموهم اوف ذا يو ان، المشاكل الثمانيه تاع الولايات المتحده، تلقاو مثلا حوايج متعلقين بالبروغراماسيون مثلا اللي يديروهم مثلا في مسابقات كيما ايماجين كاب، كيما مثلا هذه اسيام انترناسيونال كول جيتس، هذا من دي بروبليم هذا حطهم دي شغل دي كونتكست ولا نسموهم حنايا دي بروبليم، بحيث ان السوليسيون تاعها راح قادر كنت تقدم حاجه خفيفه برك ديجا راها عندها بوا. ها
هذا نشوفهم من بعد في تلقاها في السلايد. هذا اللي سينك ادفايز هما اللي راح يخليوك تولي ا جود الجوريثميك ديزاينر. نشوف لنا كاركترستكس اوف الجوريثم. كاركترستكس اوف الجوريثم اني الجوريثم ماست هاف انبوت اوتبوت. عندنا انا هضرنا عليها المره الاولى خلاص تكون فيها انبوت اوتبوت لازم تكون ان و اوت. قلنا سمعت ما تكونش كاينه الان بصح لازم يكون كاين الاوت. ان امبيغوس يعني ما تكونش كما هضرنا قبيله درنا مثال واحد يخدم الجوريثم ويخربش برك ما كان ما يتيليزي لا شيرد كود ما يتيليزي لا دي ستاندر مثلا محددين. هذيك ما لازمش تكون لانه ما نسموهاش الجوريثميك طلعها تخرجها من عند الدائره تاع نفسك برك واحد اخر ما يفهمها. فاينتنس واش نقصد بفاينتنس لهنا نهايه تاع الالغوريثم لازم تكون فيها نهايه ما تقدرش تعطي لي الالغوريثم بحيث انني تبقى تكزيكيتي بوكل انفيني كشغل فيها بوكل مثلا داخل انفيني ما تعطيليش سوليسيون. هذه ما نسموهاش الالغوريثم نسموها سامثينغ ايلس حاجه واحده اخرى مادام ما تخرجليش من الالغوريثم هذيك ما نقدرش نسميها الالغوريثم. فيزيبيليتي واش معناتها ولا فيزيبيليتي نقصد بها التطبيق لازم تكون قابله للتطبيق ما تقدرش تدير الجوريثم. نعطيكم اكزومبل اللي راح نقراه خطره اخرى تكون كومبلكسيتي تاعها مثلا فاكتوريال ولا هذه حاجه مستحيل راح تطبقها يعني ما نسموهاش الجوريثم. انديبندنت ما عندهاش حتى ريكويرمنت باللا لانجاج دو بروغراماسيون الجوريثم ما عندها حتى رولاسيون ولا تكون لازم انديبندنت من لي لونغاج دو بروغراماسيون. كلاسيفيكيشن اوف الجوريثم عندنا there are various ways to classify algorithms each with its own metric. عندنا قادره تكون كاينه كلاسيفيكاسيون باي كومبلكسيتي. كومبلكسيتي من بعد راح نشوفوها لا مزلتو شايفين عليها كونستانت كومبلكسيتي اللي هي او دو ا ومن بعد تجي لوغاريتميك كومبلكسيتي اللي هي او دو لوغ ان ومن بعد تجي لينير الجوريثم اللي هي او دو ان ومن بعد تجي لينير لوغاريتميك كومبلكسيتي اللي هي او دو ان لوغ ان ومن بعد او دو ان كاري ومن بعد ان على بويسونس اكس ومن بعد دو على بويسونس اللي هي اكسبونونسيال ومن بعد اخر وحده اللي هي الكاركتيرز ولا اللي هي الكلاس الاخرى خلاص الفاكتوريال فاكتوريال دو ان. هذه مثلا تقسيم تاع الالغوريثم نعطيه مثلا واحد يخدم الالغوريثم قال دير لي الكلاسيفيكاسيون تاعها واش من كلاس راه تابع ليها بار كومبلكسيتي يعني كريتير تاع كومبلكسيتي. كاين باي فيلد اوف ستادي قال مثلا هذه الالغوريثم تاع بيو انفورماتيكس هذه مثلا في لا ريسيرش دانفورماسيون ولا انفورميشن ريتريفر هذه لي زالغوريثم تاع داتا مايننغ هذا لي زالغوريثم على حسب فيلد اوف ستادي. اوبتيمايزيشن بروبلم لي زالغوريثم تاع اوبتيمايزيشن كيما مثلا جينيتيك الغوريثم هذوك ماشي ديزاين باراديغم نقصدوا فيها لهنا الغوريثم تقول عليها هذوك لي ديزاين قال هذه الغوريثم استنى نقولوا مثلا دايناميك بروغرامينغ اند ديفايد اند كونكر ريكورسيف الغوريثم يعني هي راح تكون هذه الغوريثم فيها divide and conquer وتجيليزي مثلا dynamic programming وفيها مثلا وهي في حد ذاتها recursive. الالغوريثم واحد اخرى قال هذه يستنى الالغوريثم recursive algorithm. الالغوريثميك هذه واحد اخرى ثالثة راح تكون استنى كشو ما عباليش قال بليتو واش درت الالغوريثم ثالثة قلنا مثلا تيتيزي برك بروت فورس الالغوريثم
راكم معايا؟ تبان لي انا اللي راحت لي الكونيكسيون ولا صرا لي مشكل في ال راكم معايا؟ اي بيان عذرا برك تبان لي انا اللي راحت لي الكونيكسيون برك. قلنا هذه هي الكلاسيفيكاسيون ولا كاين باي امبليمنتيشن باي امبليمنتيشن بعد نزيد نشوفوا ديتاي ديتاي عليها. اعتذر برك هذوك بقات مشكل عذر مبارك اشكركم تسمعوا فيا دوكا واحد يرجع لي اشكركم تسمعوا فيا اشكركم تسمعوا فيا راكم تسمعوا فيا اوكي يعطيك الصحة. هذه بالنسبة عذرا برك على الانقطاعات هذه تاع كونيكسيون. عندنا هذه هي واش بالنسبة للكور الأول كاين كور واحد آخر اللي نبداو فيه مي دوكا راه راح حال نبداو لهنا نشوفوا شي هي تشالنجينغ بروبليم شي هما نبداو في اللي تيد ولا البارتي الاول خلاص شفناه هنايا صافي دير كور جاي هذه هي الانتروديكسيون انا كملناها راني قلت لكم كور خفيف يبقى دوكا غادي ندو فيها بالك واحد الكات سانك سيونس حاجه كيما هكذا بالك كات سيونس ولا الغوريثميك اناليزيس نظن باللي الوقت داري لكم حتى العشرة ونص تبان لي كش ما كاين دي كاستيون والله ماذا بيا نسمعكم ثاني ما على باليش كش ما عندكم اقتراحات كش ما عندكم حاجه اكتيفيو مايك والله و حاولوا تاكتيفيو المايك والله واحد ياكتيفي المايك كش ما عندكم اي حاجه اقتراح والله قولوا انا بور لو مومون راني ندير راني ديجا ريكوردي في هذا البريزونطاسيون اللي درتها نحاول نطلعها في تبان لي شانل يوتيوب هو افضل حاجه يوتيوب به اي واحد يقدر ميم تكون كونيكسيون قيلة والله يقدر الواحد يتفرج الكور هذاك والله يقدر يعاود يهبطو اوفلاين هكذا زكريا احسن حال تبقى نزيد نفكركم برك ماذا بيا هاو الايميل تاعي والله بليطو دقيقة دقيقة هاو السيت ادخلوا للسيت تلقاو فيه كلش تلقاو فيه الايميل الايميل تاعي بعثوا لي في تاع اليونيفرسيتي تاع اليونيفرسيتي مسيلة تلقاو فيه الايميل تاعي ماذا بيا زوج برك يبعثوا لي واحد ما نسموهش ديليغي واحد برك متبرع في سيجل والاخر في الايا بحيث يجمع لي برك ليست تاع لي زيتيديو ولا لي ليست اللي لقاهم تاع لي زيميل تاع لي زيميل ماذا بيا تعطوا لي زيميل كيما اليوم مثلا انا حطيت الليان تاع هذه الكور هذه من بعد واحد ما كان حتى من بعد وليت عيط شاف ديبارتمون حط الليان في هذاك ماذا بيا نعود نبعث لكم ديريكت في ليزيميل تاعكم قال وين نديروا مثلا سيونس ولا وين اسكو تكون كاينه سيونس ولا ما تكونش كاينه ولا ما يكونش كاين سيونس ماذا بيا نبعث لكم ديريكت مو في الايميل حتى من بعد كش ما كاين دي اساينمنت ولا كش ما كاين حاجه ولا راكي رايحين تبعثوا لي فيها هذا مكان انت قال لي ميل تاعي يبعثوا لي يبعث لي زوج برك زوج من الناس والله يبعثوا لي واحد في الليا واحد في السيجل ماذا بيا زوج من الناس برك باش لي زيميل كاين بزاف يجوني وتخافي وليك شما يتبعثوا لي كل واحد يبعث وحده نقدر
مسعود خضيري، كش ما عندك سؤال ولا هكذا زيدك؟ مسعود المهم هذا واش كاين في الكور. نبداو بكا بشويه، نحاولوا نديروا لي كور اونلاين، كش ما حاجه ما فهمتوهاش نديروا شوفوا حصه كيما هكذا، وحصه تكون كي شغل ديسكاشن، ماذا بيا تكونوا ديروا اللي راه هاز ايدو برك سهام زبار ومسعود يخدير. كش ما كاين دي كاستيون والله يا اخي تقدروا تاكتيفيو المايك نورمالمون عادي عادي، سقسيو اي سؤال سواء كتبه ولا بالمايك ولا حاولوا. المهم تشوفوا تهبطوا هذو ثاني زوج كتابات تقراوهم، السيت رقم راح تلقاو فيه كلش. نبارطاجيكم نبارطاجي السيت